سجود محاجني ابنة قرية يافة الناصرة تقلدت لقب العربية الأولى التي خاضت مجال تدريب رياضة الزومبا الإيقاعية، وهي رياضة كولومبية الأصل تعتمد على حركات الرقص الإيقاعي، ووصلت إلى البلاد قبل 3 سنوات فقط. أنا في الأساس قبل ما أبلش أتعلم زومبا بعلم إيروبيكا. قبل ما يخلص الدرس بربع ساعة كنت أبني رقصة لأغنية عربية، ما كنتش عارف إنه ده الإشي اسمه زومبا. سمعت عن كلمة زومبا أضحكت في البداية إنه مسمعها كان شوي غريب، فدورت في الإنترنت لقيت إنه في عنا بإسرائيل في زومبا، اتعلمت واليوم أنا بعمل بس زومبا. أنا اليوم بعلمش بالمرة إيروبيكا، كل الوقت دروسي كلاتها زومبا. وين تعلمت الزومبا؟ تعلمت في هودا شارون في تل أبيب، كانت الدورة كانت يومين من الصبح للعصر وتتخرج. كيف تعرفتي على السجود؟ سجود تعرفت عليها بالزومبا ومن الزومبا من خلال حصص زومبا مشتركة، تعرفنا على بعض وتصاحبنا وكنا كتير نسوي حفلات مع بعض، دروس مع بعض. عندها طاقة كتير كبيرة ومش موجودة عند أي مدربة تانية صراحة. اليوم 2010 لما بديت كان شوي غريب ما سمعها على الناس، بس لما صار يشوفوا المتمرنين الزومبا ويسمعوا عنها ويحضروها بالتلفزيون وبيوتيوب صارت كتير الناس تتحمس وتيجي تجرب. طبعا هذا الاشي بيتعلق كمان بالمدرب كيف هو بمرق الدرس. نجاحات واسعة وتألق مستمر تحققه سجود في السنوات الأخيرة كعربية وحيدة تقوم بتعليم رياضة الزومبا في الوسط اليهودي، إلى جانب عملها في عدة قرى وبلدات عربية أيضا. كانت عندي كتير صعوبة وواجهت كتير صعوبات بالنسبة لكيف تقبلوني كصبية عربية بمرن بمركز لياقة بدنية يهودي، بس مع الطاقة اللي عندي والكاريزما اللي عندي وحب شغلي اليوم فل. كونك يعني مواطنة أردنية، هل هذا النوع من الرياضة معروف في الأردن ولا أنت تعرفت عليه فقط في البلاد هون؟ أنا تعرفت عليه هون بالبلاد، بس بالأردن كمان موجود، خلينا نقول مش بالانتشار الموجود هون، بس في مدربات كتير مناح هناك وعم بيشتغلوا على أنه ينشروا الزومبا بالأردن كيف المدربات الإسرائيلية تشتغلوا على الزومبا بإسرائيل ونشروها هون بالوسط. في الوسط اليهودي بتقبلوا الشغلات الجديدة أو أنواع الرياضة الجديدة أكثر ما إحنا بنتقبلها وبحبوا يجربوها وفيش عندن خوف. لما أنا بديت بالوسط العربي كان عندي شوية تخوف إنه كيف النساء خاصة تتقبل هاي الحركات. زومبا حركات لاتينية مبنية على رأس مع إيقاع، موسيقى لاتينية غربية أجنبية عربية شرقية، فأخذ معهن شوية وقت أنهن تعودوا وعرفوا وفهموا شو يعني هاي الزومبا. إقبال منقطع النظير تشهده دروس الزومبا التي تشرف عليها سجود، كما في هذا النادي في بلدة رماتيشاي حيث يلتئم ممارسو هذه الرياضة رجالا ونساء من البلدات والمدن المجاورة لكسب أكثر ما يمكن كسبه من حركات فنية يتلقونها من إحدى أبرع مرشدات الزومبا في البلاد. ומי שהביא את הזומבה לכאן זו הייתה סוג'וד. עבורי אגב היא סוג'י, כי אני לא יכול לקרוא לה סוג'וד. סוג'י מתחבר להוויה הכללית שלה, לשמחה ולכל הכיף שהיא מעבירה לנו. מה מאפיין אותה, את סוג'וד? סוג'י, אני חייב לומר שהיא מלאת חיים. והאימון איתה זה אימון שונה מכל המריחות האחרות. זה מלא חיים. ואגב, היא מביאה גם מגוונים שונים של מוזיקה. היא לא נצמדת למשהו אחד. אנחנו גם עושים פה ריקודי בטן לפעמים, עם הרבה מאוד אינטוזים, וזה בכיף גדול. סוג'וד היא מההתחלה פה, מהיום הראשון שלה היא התחילה פה את הזומבה בעצם, וזה חוויה, זה חוויה. קודם כל חוויה שזה סוג'וד, שהיא משהו מיוחד, והחוויה היא, זה הרבה עוצמה, זה הרבה כושר גופני, וזה ריקודים, וזה כיף. זה כיף, היא עושה את זה בהרבה אהבה, וכיף, ושמחה, וכיף לבוא אליה. بلشت بال 2010 باسرائيل واحنا اليوم 2013، بتخيل انه راح توصل لاكثر من هيك وراح تبقى بكل مركز لياقه بدنيه لانه كثير عليها طلب. واليوم فيش حدا بيعرف شو يعني زومبا وبيعملش زومبا، وين رايحه زومبا وين مروحه من الزومبا، فبتخيل له لها مستقبل، بس انه بالوسط العربي بدها شويه وقت.